مصادر مصرفية أن العملة الصعبة اختفت في شركات الصرافة خلال الأيام الماضية في صنعاء وباقي مناطق الحوثيين بعد قرارات البنك المركزي التابع للحكومة بمهلة 60 يوما للتعامل بالطبعة القديمة من العملة. وقال صيارفت في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إن إداراتهم منعتهم من صرف أي حوالة بالعملة الصعبة. واكد الصيارفة إن التوجيهات تقتضي بسحب أكبر قدر من العملة الصعبة من السوق وتجنب إخراجها. وقال متعاملون إن محلات الصرافة تسلم حوالاتهم بالعملة المحلية وليس بالسعودي أو الدولار. واشتكى مواطنون في صنعاء من إجبار محلات الصرافة المواطنين على استلام حوالتهم بالعملة المحلية بدلاً من الدولار. الأمر ذاته في مدينة الحديدة الساحلية، حيث أكدت مصادر محلية أن محلات الصرافة ترفض تسليم الحوالات المالية بالدولار أو السعودي. ويتوقع خبراء اقتصاد من أن يؤدي قرار البنك المركزي في عدم سحب العملة الطبعة القديمة قبل 2016 إلى تراجع قيمة الريال في مناطق الحوثيين، إلى جانب زيادة الطلب عليه من التجار لشراء المواد من الخارج بعد أن أوقف البنك التعامل مع البنوك التجارية التي كانت تقوم بالتعامل مع المؤسسات الدولية الخارجية والحصول على امتيازات من البنك المركزي في عدن.